يمكن نادي الاهلي ظهر في الشوط الاول بشكل مختلف عن الشوط الثاني، افضل فنيا، اكثر وصولا للجول. احنا ما شفناش يمكن سموحه غير مرتين ثلاثه على جول الشناوي، ولكن في النهايه فالسموحه. هل ده اللي احنا شفناه الشوط الثاني نتيجه اجهاد لعيبه النادي الاهلي، نتيجه ضغط المباريات الفتره اللي فاتت؟ طيب كابتن، الشوط الاولاني اتكلمنا بعد ما خلص واتكلمنا وقلنا ان النادي الاهلي ممكن يندم على الفرص الكتيره، ويمكن انا قلتها لك بين الشوطين. ايوه. ليه؟ اي فرقه بتلعب فرقه النادي الاهلي اول هدف عندها التعادل. صح. بيعمل ايه؟ بيعمل زون ديفنس، بيقف ورا عشان يلعبك على الهجمه المرتده. متفقين على كده. اول ما بيدخل في جون والتاني عاوز ينتقل لمرحله اخرى من اللعب، فعاوز يعتمد على نفسه في هجماته، فيفتح لك الملعب، فممكن تكسب 3 4 5. فاحنا قلنا في البدايه انك انت لو فتحت بلغه الكوره الفرقه بجون واثنين وثلاثه وانت كنت قادر وضيعت فرص كتير جدا قدام المرمى. دي واحد. اثنين، والمهم مش لازم نبقى خفاف يعني بلغه الكوره، يعني اكيد في فرق ممكن تتغلب المباراه، يمكن الـ يمكن الـ 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 المباراه دي تصحيك لانك عندك اخطاء. يعني خلينا نتكلم، انت بقى عندك حته ثقه من مباراه الزمالك انك انت هتكسب في اي وقت. طيب ليه؟ طب ما انت العب يعني على الهدف الثاني اللي احنا دخل فينا، انت كان في ايدك بونت وبتحارب انك انت تجيب جون، فانت لما تقف، انا بتكلم على اللعيبه كلها، لازم اعمل حساب ان يبقى في هجمه مرتده. هي الفرقه الكبيره كده، يعني العب بالصح وبعدين تيجي الهدف بتاعنا، يجي ما يجيش الهدف تبقى انت شغال في الاصح. انا عايز اقول لك حاجه في الحته دي. إيه، هو كان عامل حسابه ان ممكن يبقى في هجمه مرتده، ولكن لو بصينا على الجول الثاني بتاع سموحه، وكان في اتنين واقفين، تمام، ولكن الاثنين باعوا نفسهم. تمام. بكل سهوله. تمام. احنا بنتكلم الهدف بيجي ازاي. الهدف بيجي لمهارة فرود، يا خطأ دفاع، يشوط الكورة ويرقص عشان مهارته عالية قوي ويجيب جون. لا، خطأ مني أنا كدفاع. الهدف ده خطأ ثلاثي، وأقدر أقول لك رباعي كمان في بدايته. أول واحدة من عند الشناوي لما لعب الكرة كان لازم يرجع جونه جاري ويقف في جونه كأن الهجمة جديدة. ليه؟ علشان ممكن لعيب زي بنون او كان السوليه يقلش الكره ويروح حسن انفراد، كان لسه في وقت ان هو يروح يجيب. تمام. صح. الغلطه الثانيه، اكرم ما ينفعش ابيع نفسي في حته زي كده، حجز وقف وادي له ظهره وما اعملش الريسك ان انا اقطع، عاوز اقطع. اتنين تلاته، السوليه بعديه شاف ان عدى من اكرم، بلاش الاندفاع، اقف، لو وقفت هيجي لي ممكن يوم. في الاخر اللي انا عاوز اقوله لك، بدل ما انت كنت بتسعى على انك تجيب هدف او دخل فيك هدف، بس دخل فيك هدف في وقت انت مش عارف تعوضه. فالمهم يا كابتن ان انت لازم تصحى في حته تضييع الاهداف، مهمه للغايه. ليه؟ بالذات انت كنادي اهلي. نادي الاهلي مهم جدا عنده الشوط الاولاني. نادي الاهلي كان بيلعب الزمالك، لما احرز هدف واحرز الهدف الثاني بسرعه، ايه اللي حصل؟ الزمالك غير لعبه وبدا يعني يتفتح، وممكن كنت جبت جون واثنين وثلاثه. فرقه سموحه طول ما هي متعادله روح هتعلى، اي فرقه كده بتلعب الاهلي طول ما هي متعادله معاك روح هتعلى اكتر منك، وانت هتقل روح شويه، ولكن في الاخر ايه اللي هيحصل؟ ان ممكن يحصل فيك حاجه زي كده. ولكن انتهى المباراه من وجهه نظري درس لازم يتعلموه اللعيبه، لازم يعرفوا ان الثانية في المباراة التركيز لازم يبقى لغاية اما الحكم يصفر، لاني انا حسيت ان في اخر كرة مفيش تركيز، تركيزك على انك تجيب جون بس، في حاجة اسمها ان ممكن يدخل فيك جون. أيوة. في حاجة اسمها ان ممكن يضيع منك الثلاثة بونت. درس كبير ما يحصل، لا يصح انه يحصل في النادي الاهلي وفي لعيبة النادي الاهلي. يعني دي لازم لها وقفة، وقفة كبيرة قوي. يعني النهاردة الدرس اللي لازم نستخلصه من المباراة، رقم واحد تضييع الاهداف، لازم اللعيبة تعرف ان الكرة غالية، الفرصة غالية، لازم تجيب جون، مش هتيجي كتير. أحيانا سموحة النهاردة ما راحتش إلا بكورتين، الأولانية
والثانيه نص روح يعني. يعني هي مش مهاره، يعني هي مش مهاره، لكن في الاخر ايه اللي يحصل؟ انت ك ك ك كلاعيبه نادي اهلي لازم المجموعه اللي بتشتغل على انك تجيب جون تجيب، والمجموعه اللي انها تمنع جون لغايه الاخر تمنع جون. كره القدم مكسب وخساره، اللي بيدافع كويس ممكن ما يخسرش، واللي بيهاجم كويس هو اللي عارف يكسب. احنا النهارده بالامانه اكتر من 10 فرص لفرقه النادي الاهلي المفترض ان نستثمر منهم 2 3 4، انت ضيعت كتير قوي، ولما جيت تضيع كمان ضيعت الثلاثه بون بايه اللي حصل؟ بانك استهترت باخر دقيقتين في المباراه، واخر دقيقتين استهترك المباراه استخلاك انك انت يروح منك الثلاثه بون. لازم اللعيبه تصحى. لما لعبوا ماتش الزمالك قلنا برافو عليهم وكسبوا وكسروا الدنيا، لما اتغلبوا من سموحه لازم يصحوا ويرجعوا تاني، لانهم كانوا ابطال من 3 4 ايام فقط، وعندهم لسه مباريات كتير ولسه يبقى في ضغط كتير قوي عليهم.